من الحب ما قتل، ومن الحقد والغيرة ما قتل ونكل. كنت نتمنى أن أجد معايا اليوم، اليوم راني نتمنى، راني افتقدت لها، راني حس، راني حس بوجع كبير في قلبي، راني حس بوجع ونار في قلبي. يختطفونها قبل موعد عرسها بأسابيع ويلقونها جثة هامدة في مفرغة للنفايات. يرموها في مكب النفايات ويخلوها هكاك في مكب النفايات. قصة نجود البريئة بلسان أقرب المقربين. كيف قدرت تدير هك وتشوفهم يديروا لها كيما هك ويضربوا فيها ويديروا كيما هك وانت قاعد تتفرج فيهم وسكت. من فرنسا إلى الجزائر، أب يبحث عن قبر ابنته شريهان. حرقوني حرقوني وانا حي. كيس ما كان حاجك كنت حاب تقولها لها ولا راك حاب تقولها لها؟ كان حي كل هذا وأكثر ستتابعونه في العدد القادم من برنامج عشت وشفت. عشت وشفت نهار الحد 29 تاع العشية على شروق تيفي.